On the 14th of July, the phone rang early in the morning. I quickly got out of bed and was surprised to hear from the wife of the Iraqi plenipotentiary in Britain, saying that a military coup had taken place in Baghdad. This warning of a coup in Iraq came in July 1958. The woman who received the sudden news of the Baghdad coup was Ismat al-Said, daughter-in-law of Iraq's Prime Minister, Nuri al-Said. She feared for the Prime Minister's safety, and with good reason. Iraq's monarchy was under threat, and the Prime Minister had not long returned from political exile. Ismat al-Said documented the rise and fall of her father-in-law, and her book reveals the life and death power games of more than 3 decades. نور السعيد تزوج من نعيم العسكري اللي هو أخت جعفر العسكري، وإجا صباح اللي هو جدي، وإجا برضه كمان ولد ثاني اسمه أحلام، بس توفى هو بسن كثير صغير، حادث غرق. فبعديها ما جابوا غير صباح. صباح تزوج من ستي اللي هي عصمت السعيد. عاشت تقريباً أهم فترات نور السعيد بالعراق، فالكتاب إجا كتدوين، كمذكرات أو تدوين حياتها بالبيت مع نور السعيد. وكتبت عن عنوان الكتاب كان رجل الدولة والإنسان، نور السعيد رجل الدولة والإنسان. Zaina's grandmother, Ismat, wrote that long before Nuri al-Said became Iraqi Prime Minister, he was known as Pasha. This was an honorary title from when Iraq was part of the Ottoman Empire. Nuri al-Said was born in Baghdad in December 1888. He entered politics while Iraq was ruled by the British under the mandate given by the League of Nations between 1921 and 1932. However, Britain's representatives in Iraq recognized al-Said as a key influence in the country. He came from a modest background, unlike other Iraqi leaders, and relied on cultivating powerful allies. This helped him climb the dangerous ladder of Iraqi politics. But he started as an officer in the Ottoman army, fighting the Western Allies in the First World War. محمد نوري سعيد صالح أفندي ملا طاهر، شوف على حضرتك هالرجل اللي ولادة إحدى المحلات الشعبية في بغداد، اللي محلة القرغول أو مجاور الميدان كان بيتهم إلى حد معين، وذهب إلى تركيا، أكمل الكلية العسكرية، ما يقابل الكلية العسكرية الكلية الحربية يسمونها، وحصل على رتم الضابط بالجيش العثماني. لكن شنو كان فكرة من البداية؟ ذهب ويا جماعة عزيز علي المتنورين اللي يسموهم جمعية العهد، لذلك صدر عليه حكم، هرب من هرب إلى البصرة. صارت تدخل القوات الإنجليزية، ألقوا القبض عليه، تمكن من الخلاص والالتحاق بالجيش العربي. انخراط نوري باشا بجمعية العهد وعبد العزيز المصري وآخرين من الضباط العرب تم الاستفادة منه بريطانياً بشكل مبكر مع انطلاق الثورة العربية، والتحق معه شخصية أخرى مهمة في التاريخ الثورة العربية سيكون له شأن في العراق، وهو عديله. أنا الآن أتكلم عن جعفر باشا العسكري. في هذه المرحلة من السنوات 1916-1920 توثقت علاقة نوري مع السلطات البريطانية، ولكن وجد الإنجليز أن هذا الشاب ممكن أن يعتمد عليه مستقبلاً في الكثير من الأمور. At the end of World War I, al-Said formed relationships with British officials and also with Faisal bin Al-Hussein, who'd helped the Allies defeat the Ottomans. Faisal was briefly king of Syria in 1920, before the French expelled him. But a year later, the League gave the Iraq mandate to the British, who, in turn, installed Faisal as king in August 1921. As the king became established, so did al-Said, and his political journey would last over 30 years. نور السعيد كان مخلصاً تماماً لفيصل ابن الحسين، وهم الرجالات فيصل الأوائل يعني. وفيصل كان محبوباً لدى هؤلاء الضباط الذين تعاونوا معه ومشوا معه طوال الثورة من ينبع حتى وصلوا إلى دمشق، ومن دمشق طبعا بعد انهيار المملكة السورية سنة 1920 عادوا إلى العراق. وترشيح فيصل لعرش العراق كان بالنسبة إليهم نصراً كبير. هاي أول ما رجعت للعراق بال 2003 دخلت على بيتنا، البيت مسروق كلياً من كل شيء، من كل الأثاث، من كل الأنتيكات، من كل شيء. الشيء الوحيد اللي خلوا لنا اياه وانا ممنونه الصور والوثائق، والصور من عهد العثماني الى سنه 58، ويعني فوق ال3000 صوره عندي. بس القرابه للعائله المالكه، وهاي الصور هاي القرابه كانت من صفحه والدتي وخالتي، يعني مثل تربوا ويا ملكة عالية وخواتها اللي هي زوجة الملك غازي وبنت الملك علي. الست تمارة هي يعني معجم أهل الحقبة الملكية، معجم من أرشيف صور، من أرشيف معلومات، غير أنه هي عاصرت هذا الفترة وكانت دائماً بالقصر، ووالدها ووالدها الله يرحمهم كانوا على اتصال دائم مع العائلة المالكة، وأيضاً يعني مع نور السعيد. هاي مناسبة تتويج الملك فيصل الأول في العراق. هاي ملك فيصل، وهذا الأمير زيد واقف وراه، وسير بيرسي كوكس هذا، ومندوب البريطاني كان هذا. كان التاريخ 23/8/1921. King Faisal I appointed Nuri al-Said as Prime Minister of Iraq in March 1930. It was the first of al-Said's 14 terms as premier. Al-Said immediately lobbied for an independent state, but with limited success. He negotiated a 25-year treaty between Britain and Iraq, but there were strings attached. Britain retained influence over Iraqi foreign policy. It kept 2 air bases and placed troops on the ground. And crucially, the treaty gave Britain control over Iraq's huge oil resources. Many Iraqis were angered by these concessions to Britain. نوري الضابط هنا مع تأسيس الدولة أصبح أول مدير شرطة عام، وهذه بداية حياته السياسية. ولكن الذي حصل، وخلال سنوات قليلة من عام 1921 إلى عام 1929 ليصبح سنة 30 رئيساً للوزراء، كانت المهمة اللي أمامه هو إلغاء الانتداب وتحويل العراق من إقليم منتدب إلى دولة. كان وزير خارجية يعمل مع السير همفري فرانسيس الإنجليزي، اللي هو السفير الإنجليزي في العراق، المندوب السامي كنا نسميه. كان يعمل وياه على هذا خطوة بخطوة. لما وجد أن المسألة يجب أن يتولاها رئيس وزراء، فعين رئيس وزراء من قبل الملك فيصل، أكمل المهمة. وفي 13/10/1932 صدر قرار عصبة الأمم باعتبار العراق الدولة 57 من بين دول العالم. عصبة الأمم قالت أنه العراق ممكن ننطيه استقلال إذا وافق على انتداب دولة تنتدبه، واختاروا بريطانيا هي اللي تصير المنتدب على الحكومة العراقية. سهل لهم الطريق حتى يسيطرون على نفط العراق وعلى وجودهم في العراق من خلال اتفاقية لمرور قوات البريطانية. وكان هنالك صراع بين الدولة العثمانية والإنجليز، فأحد بنود الاتفاقية أنه اللي وقعت مع بريطانيا أنه يسمح للقوات البريطانية بالمرور والتواجد هنا وحفظ قوة داخل دولة العراق. أنا بالنسبة لي كان 13 تموز هي أهم ليلة، لأن أنا كنت عندهم بالقصر. أنا كان قاعد جنبي الملك فيصل، ولاحظت من طرف عيني سيارة بيضاء فوكس واجن أجت، وصعد الشغيل انطال للملك رسالة، يعني كبر بوست كارد، وأول كلمة بس هيك حطها دا يقرأ، فأنا شفت أول كلمتين بي وي تونايت، احذر الليلة. هذا ملك غازي، هو كان طيار حتى. هذا هنا هاي من أحلى الصور، ملك غازي وابنه الملك فيصل. هاي بالإذاعة وحاطط الميكروفون على حلق الملك فيصل. فيصل كان الكبير العاقل. فيصل الغازي كان ملك يعني بداية شبابه، فانعجبوا به، يعني حبوه الملك غازي. كان جدا ماخذ موقف كلش قوي ضد الانجليز، مضبوط. فهذا على هاي حبوه اكثر الشعب العراقي. الملك كان يفكر في تلك اللحظة التاريخية أن يجمع أقطاب السياسة العراقية في الحكومة والمعارضة لكي يبدأ مشروع جديد بتوافق القوى السياسية لوضع الأسس الحقيقية لدولة جديدة تنهض مستقلة. صراع القوى هذا زاد خطورة مع الوفاة المبكرة للملك فيصل الأول عام 1933. صراع على السلطة وتبادل المسؤوليات، من يكون بالحكومة من يكون في المعارضة. فيصل الرجل الحكيم المسيطر المهيمن على هذه الرؤوس اختفى، مقابل أن وصل إلى العرش الشاب الجديد ولده الملك غازي. الملك غازي رحمه الله كان شخصية قومية، رافض للسياسة البريطانية، ويكاد أن يكون مستفز من قبل البريطاني وحتى من قبل سياسة نوري سعيد. لكن فعلا هو بدأ يتجه إلى تطبيق الحركة القومية العربية، واختلفت هنا التوجهات، لأنه هو ابتعد عن السياسة البريطانية، وواجهة السياسة البريطانية في الحكم العراقي هو نوري سعيد. On the 29th of October 1936, Iraq woke to the first military coup in the Arab world. It was led by General Bakr Siddiqi. The government was overthrown, and the defense minister, Jafar al-Askari, was assassinated. حركة بكر صدقي حركة قامت بها جماعة الأهالي. جماعة الأهالي جماعة يسارية عراقية مناهضة للقومية العربية، تتمسك بوحدة العراق. العناصر الداخلة فيها عناصر كردية وعناصر تركمانية وغيرها، ولذلك العنصر العربي فيها كان ضعيفا، والانقلاب الذي قام به بكر صدقي قام به على هذا التوجه العربي القوي للعراق. الناس بديش الفترة هم أيضا بتتضايق من تدخلات بريطانيا بالشأن العراقي وضرب مصالحها، خاصة بديش الفترة كانت بال36 قضية النفط بالنسبة لبريطانيا كانت مهمة. هذا خلق فالتذمر عند الناس وبالذات عند الضباط اللي هم عندهم حس وطني، من ضمنهم بكر صدقي. جعفر العسكري قال لهم اسمعوا هذول أولادي وأنا ربيتهم الضباط وما أدري إيش، فأنا راح أروح عليهم وأحلها سلمياً. وبالفعل ركب هو والمرافق تبعه وراحوا باتجاه بعقوبة. بالطريق ذاك الضابط عرف إنه إذا جاء جعفر وحكى مع الضباط راح تفشل العملية، لأن عندهم ولاء للجيش وإله شخصياً وكذا وكذا. فعمل له كمين في منتصف الطريق، قال له لا تخلوه يدخل للمعسكر، لأن من دخل المعسكر راح نفشل كلنا راح يعدمنا. فوقفوه بنص الطريق وقالوا له تفضل سيدي وما ادري ايش، احنا راح ناخذك الى الجنرال بكر. هو قال له صاحبه قال له انا راح اموت انا، لا هذه المرافق ماله، وبالفعل رموه بالرصاص بالهذه. Ismat al-Said recalls the 1936 coup in Iraq led by General Bakr Siddiqi, which forced her family to flee. On King Ghazi's advice, al-Said went into self-imposed exile in Egypt. He returned in December 1938 after the death of Siddiqi and began another term as prime minister. بعد سنة تقريباً من هالعملية كان جالس بكر صدقي ويا قائد الطيران العراقي في حديقة الضباط في الموصل، في نادي ضباط بالموصل. اجى واحد عريف شاب طاق 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 قتلهم الاثنين، وقال له هاي حوبة جعفر. انتهى الانقلاب كله بعد سنة. عاد نور السعيد إلى بغداد قادمة من القاهرة بعد مقتل بكر صدقي. في هذه اللحظة التاريخية أصبح نور السعيد هو الرجل الأول المهيمن في السياسة العراقية. حتى أوضح هذه النقطة، هنا بدأ يتحاور مع البريطانيين حول وضع الملك. هو لم يكن مقتنع بسلوك الملك غازي، لا في حياته الخاصة ولا في طريقة إدارته السياسية للبلاد، وتباحث مع البريطانيين حول مستقبل الملك. صحيح أن نور السعيد لم يكن راضيا عن تصرفات الملك غازي. غازي كان شابا مندفعا، ثقافته محدودة، علاقاته طيبة مع الضباط في الجيش العراقي وخاصة الضباط القوميين، وجعل من 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 قصره إذاعة لمهاجمة البريطانيين ومهاجمة الحركة الصهيونية في فلسطين، ويعني وهذا ضد سياسة بريطانيا في المنطقة. ونور السعيد كان يخشى على العراق أن تتدخل بريطانيا وتقضي على استقلاله. Things reached crisis point in April 1939 when King Ghazi was killed when his sports car crashed at high speed. He was 27 years old. Some Iraqis believe the king had been murdered and sought revenge. In Mosul, an angry crowd stormed the British consulate and killed the British consul. However, a more commonly held belief was that King Ghazi was simply driving too fast. طلعت الإشاعات بعد ما مات بحادث سيارة إنه اللي قتلوه الأمير عبد الله نوري باشا والإنجليز. هذه الحكاية طلعوها من كرههم للإنجليز، بس هو كان ليلتها بده يطلع على الإذاعة. والدتي كانت موجودة ليلتها ببيتهم، فكان بده يطلع على الإذاعة وعمل حادث سيارة. يعني حتى السيارة لما سألت الدكتور كمال السامرائي الله يرحمه، فقلت له دكتور يعني أنت شو فكرك؟ قال أنا كنت مثل عامة الشعب، قلت يعني حدا قتله، لحد ما رحت شفت السيارة بعيني وشفت إنه ساعة السرعة الإشارة واصلة لآخر سرعة، يعني بسرعة فوق 100 ماشي وضرب العمود. تشير بعض الدراسات إلى أن بريطانيا لها اليد الطولة في اغتيال الملك غازي، لأنه كان قومي عربي وكان لديه إذاعة يبث بيانات لتحرير فلسطين والقيام بثورة عربية ضد إسرائيل، ولذلك نور السعيد أيضا متهم بحادثة اغتيال الملك غازي. King Ghazi only had one child, Faisal, who was 3 when his father was killed. He became King Faisal II, while his uncle, Prince Abdul-Illah, acted as regent, and he appointed Nuri al-Said as prime minister for his 4th term. It was 1939. The Second World War was looming, and Iraq, an independent monarchy, faced a difficult political choice. اندلاع الحرب العالمية الثانية جعلت المدرسة العراقية السياسية تنقسم ما بين من يطلب استمرار التحالف وتأكيده مع بريطانيا، ومن يرى أن ألمانيا هي قد تفوز بالحرب وهي تقدم وعود أفضل للعرب. هذه الصراعات جاءت في لحظة تاريخية، وهو غياب الملك غازي في حادثة السيارة المعروفة، وبالتالي ساهم نور السعيد هو والجماعات العسكرية بالتوافق لجلب الأمير عبد الإله ليكون هو الوصي على العرش بدلاً من الأمير زيد، وفعلاً جرت عملية تنصيبه كوصي، وانطلق الصراع بين المدرستين ألمانيا أم إنجلترا أو الحلفاء في الحرب. This choice of allies between Britain and Germany had a major impact on Iraq, as well as on the fortunes of its prime minister, Nuri al-Said. It was 1941. World War II polarized the Iraqi leadership. Prime Minister Rashid al-Gaylani sided with Germany, while his rival, Nuri al-Said, supported Britain and its allies. The daughter-in-law of Iraqi politician Nuri al-Said wrote a biography of the 14-time prime minister. Shortly after our return to Iraq, we had to leave again some 3 years later. During the Nazi surge in 1941, Rashid Ali al-Gaylani staged his famous coup. This time we took refuge in Jordan. From there, Nouri al-Said attempted to undermine the al-Gaylani coup. يعني هذه تسمى في المفهوم الشعبي العراقي دقة رشيد علي الجيلاني عام 1941 بعد ما الوصي عبد الإله يعني أقال حكومة رشيد علي الجيلاني وشكل حكومة برئاسة طه الهاشمي. كان هنالك ثورة من قبل رشيد علي الجيلاني بالتعاون مع العقداء 4 فهمي سعيد وجماعته، وضغطوا على حكومة طه الهاشمي بتقديم الاستقالة، وأعلنت من خلال دار الإذاعة بالثورة التي قام بها رشيد علي الجيلاني طبعا بالتعاون مع الألمان، هو ضمن المدرسة الألمانية. رشيد علي الجيلاني قام بخلع الوصي عبد الإله، الوصي على العرش عبد الإله، وتكليف الشريف شرف مكانه. قام الانقلاب الذي قام به الضباط 4 سنة 1941 في شهر نيسان من ذلك العام. هذا الانقلاب أدى إلى وصول رشيد علي الجيلاني إلى السلطة ومحاولة التمرد على بريطانيا. ثورة رشيد علي امتداد للحركة القومية التي استخدموا بها يسموه مربع الضباط 4، المربع الذهبي، الضباط 4 برئاسة صلاح الدين الصباغ ومحمود سلمان وكامل شبيب. هاي حركة رشيد العالي امتداد للحركة القومية العربية التي أرادت للعراق أن ينحى بعيدا عن بريطانيا. Al-Gaylani's successful coup aimed to distance Iraq from Britain and moved to develop relations with Germany. However, after 6 months, his government collapsed and he fled to Iran. Nuri al-Said and the regent Abdul-Illah returned from exile in Jordan, and for the 6th time, al-Said was Prime Minister of Iraq. تدخل ملك الأردن الملك عبد الله الأول بإعادة الوصي عبد الإله وصيا على العرش في العراق. فكان يعني هذا دور نوري سعيد، أنه هو كان موجود في الأردن، لكن القضية كان هو يقود محور بريطانيا أمام رشيد علي الجيلاني اللي قام بالثورة. حاولوا يرفضوا دخول القوات البريطانية إلى البصرة، ده سمحوا لها أول مرة. لما حاولوا يرفضوها عند ذلك تدخلت بريطانيا عسكريا وأرسلت قوات من فلسطين وعبر شرق الأردن طبعا، وشارك قسم من الجيش الأردني آنذاك في هذه الحملة. كل هذا الفريق هرب إلى إيران، ومن إيران بعضهم ذهب إلى تركيا، وبعد ذلك من إيران أيضا ذهبوا إلى بعد تركيا إلى ألمانيا وإلى إيطاليا، واستقروا فيها حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. أصبح الأمير عبد الإله والذين وقفوا إلى جانبه هي المدرسة الوحيدة، لا توجد معارضة سياسية. وهذا التحول الجديد جعل من نوري أن يتولى إقامة الوزارات العراقية تباعا من عام 1941 إلى عام 1958. إن لم يكن رئيس وزراء، فإنه عندما كان يحتاج أن يرتاح قليلا يضع أسماء الوزارة ويختار رئيس الوزراء ويذهب للاستجمام والراحة، أما إلى فلسطين أو إلى لندن أو إلى باريس أو إلى القاهرة. هو أول انقلاب بكر صدقي، ثاني انقلاب مال مايس. البعض يتهم عبد الكريم قاسم بأنه هو اللي فتح الباب للانقلابات. إن قواتنا المسلحة تريد السلمة والرخاء للبلاد. حرر في بغداد 14 تموز 1958. طلع الخبر أنه صباح ابن نور السعيد قتل، والظاهر أنه سمع والده بهذا الموضوع. وقتها نور السعيد ما بعرف هو كان إما في منزله ولا وين بالضبط كان، بس اللي بعرف أنه كان بده يتنقل من منطقة إلى منطقة ليوصل لمحل أمان. The killing of Nuri al-Said's son Saba had a ripple effect through his family. Saba's son Isam al-Said became an artist whose work was inspired by family tragedies. هي مجموعة من سيريز انعمل بالستينات، مجموعة طيور، وكانت مستوحاة من شعر مدرسي قديم اسمه قد كان عندي بلبل. فالقصيدة هي بتسرد قصة عصفور كان جوا قفص ذهبي، بالرغم من ذلك قدر إنه يهرب من القفص الذهبي. فكان صاحب العصفور بتساءل إنه ليش هو هرب من القفص. العصفور حكى له إنه هي حريتي لا تشترى بالذهب. فكان يعني عمي في زي نوع من علاقة مع هذه القصيدة، لأنه نفس الحالة هو لما تغرب وعاش ببريطانيا كان يحس حاله أنه هو ممكن بقفص ذهبي، بس في جزء كبير منه كان حنين للوطن وحنين لبغداد وبلده. هاي من أحلى صوره، هاي مثل ما أنا أتذكر، يعني أنا من أتذكر بهالعمر. عيونه كانت زرق بس قوية، هيتي من يباعك يعني بنظرة تعرف إنه هو حاطط اهتمامه إلك أنت بالذات. يعني حتى أنا كطفلة يحكي معي، لا كل اهتمامه إلي. جدا كان مرح، يعني ضحكته لساتها ترن بإذني، عنده ضحكة لما يضحك من كل قلبه يضحك. مجلس الأعمار واحد من المؤسسات الاستراتيجية التي رسمت فعلا استراتيجية أعمار وتنمية للعراق حتى هذا اليوم. أسس هذا المجلس الأعمار في بداية الخمسينيات، وكان نوري سعيد هو الطرف المعني بالتفاهم مع المستشارين العراقيين مع الجانب البريطاني. وأسست جامعة بغداد، هذه مشاريع الري، السدود، الجسور، كل مشاريع التنمية بما فيها قطاع النفط أيضا شمل هذا الموضوع. فموضوع التربية والتعليم لحد هذه اللحظة مجلس الأعمار يعني لو كانت هنالك سياسة تنموية ممكن أن ترجع له، لأن ما زالت النقاط مالته والمشاريع لم تكتمل. هو مجلس الأعمار اللي خطط الشوارع والمؤسسات والسدود، كل هذه تخططت مجلس الأعمار، وإلى الآن يعني وأكثرها حتى هسه لليوم كلها من مخططات مجلس الأعمار. بس مع الأسف كل اللي إجوا، كل الحكومات اللي إجوا ورا 58 كلهم من يحجون يعني كأنه هاي مخططاتهم هم اللي سووا. لا، هاي كلها من أيام نوري باشا. خلصوا بغداد من الغرق بال 54، بغداد جاء الغرق، لذلك أنشأوا بحيرة الحبانية وبحيرة الثرثار لتصريف المياه الزائدة، بنوا دولة. رجعت على دنيا الأعلام واللافتة التي تعبر عن فرحة أبنائهم بلقاء هذا القائد وهذا الزعيم. في الخمسينات بعد قيام الانقلاب العسكري في مصر بقيادة جمال عبد الناصر تغيرت الصورة في المنطقة. لم يعد بالإمكان القبول بالاستعمار كما كان سابقا. بدأت مرحلة تصفية الاستعمار في آسيا وأفريقيا، وأصبحت الجماهير تطالب بالوحدة والاستقلال الناجز التام والتخلص من معاهدات التي تربطها، مثل المعاهدة الأردنية البريطانية لسنة 1948، وأيضا معاهدة 1930 في العراق. لإلغاء المعاهدة لابد من إيجاد صيغة أخرى للتحالف، فوجد حلف بغداد. The Baghdad Pact was a military alliance loosely based on the North Atlantic Treaty Organization, or NATO. Its founders in 1955 were Iran, Iraq, Pakistan, Turkey, and the United Kingdom. Its purpose was to contain the power and influence of the Soviet Union and what its members considered to be a growing communist threat. هاي نوري باشا بوحدة من جلسات حلف بغداد بتركيا، وهاي برهان الدين باشا عيان. هم صارت الحلف بين عدة دول إسلامية، منهم العراق وإيران، باكستان، تركيا. المد الشيوعي كان يخوفهم هذول، كان لإبعاد المد الشيوعي ولحماية بعضهم. يعني نوري باشا دائما كان يقول لازم دائما يكون عندنا علاقات جيدة ويا كل دول الجوار، ويا إيران، ويا تركيا، ويا كل دول الجوار. قال يعني الطريقة الوحيدة إنه نتقدم إنه نكون دائما علاقاتنا جيدة. نور سعيد هواية بقع في ملابسه السياسية، بقع سوداء، يعني من ضمنها معاهدة 1930، معاهدة بورتسموث، وحلف بغداد. بالواقع الحلف اجى كرد فعل لتنامي المد الشيعي بالعراق. كان الحزب الشيوعي في تلك الفترة بدأ يتنامى ويشتد ساعده مثل ما يقول. إضافة أو فضلاً عن أن الاتحاد السوفيتي كان في وقتها أيضاً كقوة كبرى بدأ يخوف الغرب، فبدأوا ينشؤون هذا التحالف لكي يكون أداة لصد أي نشاط من هذا الحلف، حلف وارشو ضد حلف السنتو. هذا الحلف فجر صراعاً عربياً، وبدأت الإذاعات المصرية وأحمد سعيد يحرض العراقيين على الثورة والتخلص من نور السعيد، بل التحريض وصل إلى حد القتل. ثم جاءت عملية تأميم قناة السويس، وهنا جاء الغدر البريطاني بالتحالف الثلاثي البريطاني الفرنسي الإسرائيلي بالهجوم على مصر، وبالتالي كشف جبهة نور السعيد وأثارت الجماهير العراقية تماماً ضده. On the 14th of July, the phone rang early in the morning. I quickly got out of bed and was surprised to hear from the wife of the Iraqi plenipotentiary in Britain, saying that a military coup had taken place in Baghdad. It was a horrific shock, but then I remembered that the king and Nuri Said were planning to travel on the 14th of July. My only hope was that their plane had already left Baghdad early in the morning. كنت مفروض أن أنام عندهم ليلتها، فالأمير حكى مع والدتي وقال أنت دائما تواعدينا خلي تمارا عندنا، لأن ثاني يوم هم مسافرين كانوا. وبعدين قالت له سيدي أنتوا تعبانين، كل واحد مشغول، اللي يصفط الغراض واللي مدري إيش وشناتي وخليني أرجعها الليلة للبيت، لما ترجع وعدكم أنطيكم إياها الليلة تروح تيجي عندكم. فصار هيك. وحتى أتذكر الكلاب النواح مالهم كان مو طبيعي، حتى الأمير ضحك هيك قال عارفين إنه بدنا نسافر. الصبح فاجتنا خالتي الساعة 6 الصبح، قعدتنا قالت في إذاعة سرية ببغداد الكل الجوارين كلهم قاعدين الساعة 6، الكل دا أسمع الراديو بكل مناطق بالمنطقة مالنا إنه صار ثورة واسم أبويا مسجون مدري، يعني شيء خالتي فكرته إنه إذاعة سرية. احنا انا واخي جعفر والدي وفلاح السعيد وعصام السعيد كنا في بريطانيا كلتنا بالجامعات. تفاجأنا صباح يوم 14 تموز بانه صار في انقلاب في بغداد. كان ذاك اليوم متحضرين نفسهم يسافروا الى اسطنبول، لان الملك بده يخطبها البنت هذه التركية ويجهزوا الزواج ومدري ايش. ذاك اليوم كانوا مستعدين للصبح يطلعوا بالطيارة. However, the king hurriedly placed his plans for a wedding celebration in Turkey on hold. Baghdad was in the midst of a military coup. Two detachments of soldiers were on their way to the palace, and word reached Nuri al-Said that he faced imminent arrest. أول ما صار الضرب فالأمير أنطى أوامر ما نضرب، فطلعوا وصلوا في نص الساحة في هيك مثل بركة شو اسمه نافورة، فوقفوهم هناك والله إنه بدنا نشوف سيارات ما سيارات. بيقول عبد الستار العبوسي اللي وقته يقول أنا سمعت الطلقة راحت من ما أدري وين وانفعلت وضربهم كلهم مرة واحدة قتلهم برشاشة. هاي قصة قصر الرحاب. الملك والوصي انقتلوا، بس ما بنعرف انه مصير نوري باشا، مع انه زوجته وست عصمت والاولاد كانوا في لندن ذيك الفتره. Nuri al-Said went on the run, moving between safe houses in Baghdad. He discovered that there was a bounty on his head, a reward for anyone who could capture the prime minister. He also heard the tragic news from the palace that members of the royal family had been assassinated. يعني لم يتح للأحزاب السياسية النشاط، في كان حزب بعث، في كان حركة قوميين عرب، في حزب شيوعي عراقي قوي جدا، في أيضا يعني تنظيمات حزب الاستقلال العراقي. لم يتح لهذه الأحزاب أن تمارس نشاطها، كان ممنوع النشاط الحزبي آنذاك، ولذلك كانت الكراهية. هؤلاء رحبوا بالانقلاب، وشارك أيضا الضباط الذين انتموا إلى هذه الأحزاب بالانقلاب. التفاف الجماهير حول الثورة جعلهم ينادون بالثار من نور سعيد وعبد الله، فعندما انقتل عبد الله في قصر الرحاب اجت الجماهير أخذوه وسحلوه بالشوارع وقطعوا أوصاله بمناظر بشعة. جماهير منفلتة ثائرة من ضيم الإقطاع وضيم الملكية وضيم الطغمة الحاكمة اللي ضحت بأموال الشعب وضحت بتطلعات الشعب. فكان البحث عن نور سعيد أيضا اختفى. إجا خبر لجدي صباح اللي هو ابن نور السعيد إنه والده محجوز، قتل، وجثته محجوزة بدار الإذاعة. فهو كان موجود، كان في بسموه نادي السكة، زي نادي ضباط. فطلع هايج، راح على دار الإذاعة يطالب بجثة والده. فصار في عراك بينه وبين الجنود اللي موجودين، ووقتها قتل. فهو فعليا قتل قبل والده. Nuri had a rough night without any sleep, and then he decided to leave the safe house. He disguised himself with a lady's black hijab. However, some police officers recognized him when he was in the Battaween area of Baghdad. بس جلابية، عنده مسدسات 2، وركب، كان بيته على النهر، ما أدري وين، عبر الشط على جماعة صوب الثاني واختبى عندهم. بهالأثناء طبعا الملك والوصي انقتلوا بهالفتره، وموته بشعه بالشوارع وما ادري ايش. وهالشيء اخبار مؤلمه جدا. وبعدين هناك بذاك البيت قالوا له كل الجيش دي يدور عليك والشرطه والكذا، يعني ما يصير تبقى عندنا، تعرف يعني كافه على نفسه ايضا. فهو طلع دافع قدر الامكان، مسدسين، راح طبعا قتل وانسحب بالشارع وراح ما له سبب. يعني قائد الثوره وعبد الكريم قاسم ما يقدر يعني يشرف على كل الامور بحيث يسيطر عليها، نوبات تصير يعني اندفاعات عند بعض الضباط، وهذا اللي حصل يعني. وكان هذه المسؤوليه يتحملها عبد الكريم قاسم كان اطلاقا ما يدري بالموضوع، ويمكن لو يدري به. حتى أنا أتذكر قال لي أحد عائلة الزعيم، قال راح، اللي هو ابن أخته، قال خالي راح له للمستشفى وراد ينطي دم، يتبرع على دم للملك، وكان كلش مقر عليه. ثورة كخط عام هي ليست عنيفة. There are two different accounts of the death of Iraq's controversial Prime Minister Nuri al-Said. His daughter-in-law and biographer said he shot himself, fearing capture. But most reports from the time say that he was brutally killed by protesters. In the end, after 14 terms as prime minister, al-Said was hated by many Iraqis, The people of Baghdad never forgave him for handing power and resources to the British. In more recent history, other attempts by major foreign powers to influence Iraq's politics have also ended in failure and bloodshed, and are still felt today. شوف نوري باشا كان مدفون، طلعوه من قبره وسحلوه ثاني يوم، والأمير سحلوه قطعوه علقوه على البلكونة، وجابوا قصاب، القصاب يقصب فيه ويرمي للشعب. More than 6 decades after his death, Iraqis still disagree on how the man who was prime minister 14 times met his end. There is no doubt that Nuri al-Said used his remarkable political skills to defeat rivals from every side. But the Iraqi people were his judge, jury, and executioner.